بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف السادس الابتدائي. سنتواصل معكم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو ومن خلال الفيديوهات لاحقة لنستكمل ونقدم شروحات مختصرة لما تبقى من دروس المنهج في مادة الرياضيات. سنبدأ اليوم مع درس مع فصل جديد، والفصل الثامن بعنوان النسبة المئوية، ومع الدرس الأول النسبة المئوية والكسور الاعتيادية، صفحة 103 من كتاب الطالب. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم هدفين مهمين جدا. الهدف الأول أحول النسب المئوية إلى كسور اعتيادية، والهدف الثاني هو عكس الهدف الأول، كيف أحول الكسور الاعتيادية إلى نسب مئوية. لنرى بداية ما هي النسبة المئوية. النسبة المئوية هي نسبة تقارن عددا ما بمية. مثال 75% تقرأ 75%، لكن ماذا تعني 75%؟ تعني 75 على 100، أي أنها 75 جزءا من 100. ثم يمكننا بعد ذلك الاختصار والتبسيط لنصل بهذا الكسر إلى أبسط صورة. يمكننا هنا في هذا الكسر تبسيط الكسر من خلال القسمة على 5. 75 تقسيم 5 هي 15، و100 تقسيم 5 هي 20. يمكننا التبسيط مرة أخرى بالقسمة على 5. 15 تقسيم 5 تساوي 3، و20 تقسيم 5 تساوي 4، أي أن 75% تعني 3/4. تحقق من فهمك؟ اكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي أو عدد كسري في أبسط صورة. عندنا النسبة المئوية 10%، يمكننا في البداية كتابتها على صورة كسر اعتيادي مقامه 100، أي أن 10% تعني 10/100. ثم بالاختصار يمكننا قسمة كل من البسط والمقام على 10. 10 تقسيم 10 تساوي 1، و100 تقسيم 10 تساوي 10، أي أن 10% تساوي 1/10، أو تعادل 1/10. مثال آخر 97% يمكننا كتابتها على الصورة 97/100. مثال آخر 135% تعني 135/100. ثم بالتبسيط يمكننا القسمة على 5 والوصول بالكسر إلى أبسط صورة. هذه كانت الفكرة الأولى، كيفية كتابة النسبة المئوية في صورة كسور اعتيادية. ننتقل للفكرة الأخرى، وهي كيفية كتابة الكسور الاعتيادية أو الأعداد الكسرية في صورة نسبة مئوية. اكتب الكسر الاعتيادي أو العدد الكسري في صورة نسبة مئوية. الكسر الأول 3/5. الآن كيف يمكننا كتابة هذا الكسر في صورة نسبة مئوية، أو كم يعادل هذا الكسر كم في المئة؟ بداية نجعل هذا الكسر، نكتب له كسرا مكافئا مقامه 100. الآن مطلوب منا أن نجعل هذا الكسر كسرا آخر مقامه 100. ثم أسأل نفسي كيف أصبحت هذه الخمسة 100؟ من خلال الضرب في 20. إذا ضربنا الخمسة في 20 أصبحت 100، وبالتالي لابد أن أضرب البسط أيضا في 20. 3/20 = 60، وبالتالي الكسر 3/5 أصبح 60/100، وبالتالي يمكن كتابته في صورة نسبة مئوية 60%. مثال آخر ولكنه عدد كسري. في حال وجود عدد كسري وأردنا كتابته في صورة نسبة مئوية، أولا نحوله إلى كسر غير فعلي. كلنا نتذكر مع بعض، أنزل أضرب أطلع أجمع. 2/10 = 20، 20 + 9 = 29/10. بداية حولنا العدد الكسري إلى كسر غير فعلي، ثم
نكرر نفس الخطوات في التمرين السابق، نجعل هذا الكسر كسرا آخر مقامه 100. ثم أسأل نفسي كيف صارت هذه العشرة، أو كيف أصبحت هذه العشرة 100؟ من خلال الضرب في عشرة. إذا ضربنا 10 في 10 تصبح 100، وبالتالي لابد أن أضرب البسط أيضا في 10. 29 ضرب 10 تساوي 290، وبالتالي يمكننا الآن كتابة هذا الكسر في صورة نسبة مئوية اللي هو 290%. هذا كان شرح مختصر للدرس، تعلمنا فيه فكرتين. تعلمنا الأول كتابة النسبة المئوية في صورة كسور اعتيادية في أبسط صورة، ثم تعلمنا كتابة الكسور الاعتيادية في صورة نسبة مئوية من خلال كتابة كسور مكافئة لها مقامها 100. إن شاء الله نستكمل معكم الدروس اللاحقة من خلال فيديوهات لاحقة، وبالتوفيق لجميع الطلاب.